هل الغسل من غير الجنابة يكفي عن وضوئك للصلاة؟ جزاكم الله خيرا. إذا نوى إدخال الوضوء مع الغسل واكتفى بالغسل صح له ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنها تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى عند نية ذلك. نعم. لكنه يقول اغتسل لغير جنابة في الخلاء. إذا كان اغتسل غسلا مشروعا ولو كان لغير جنابة. نعم. كغسل يوم الجمعة. طيب. إذا كان غسلا مستحبا. طيب. ونوى دخول الوضوء فيه فإنه يكفي. أما إذا غسل للتبرد أو للتنظف فإنه لا يدخل فيه الوضوء ولو نواه، لأنه غسل غير مشروع وإنما هو مباح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نحدد الغسل الذي يمكن أن يكفي في الوضوء، وهو الغسل المستحب المشروع أو الواجب. أو الواجب. نعم. النظافة ليست مشروعة شيخ صالح؟ مباحة. نعم. لكن التنظف لا يدخل في هذا؟ يدخل في من ناحية الآداب العامة، لكن لا يدخل في أمور العبادة ورفع الحدث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.